السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بالنشرة الجوية. الأجواء اليوم مستقرة ودافية وغائمة جزئيا، ورياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها من 8 إلى 35 كيلومتر في الساعة، مع فرص لأمطار خفيفة ومتفرقة. أما الأجواء الحالية في مدينة الكويت، حاليا أجواء غائمة جزئيا، رياح شرقية سرعتها 6 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة حاليا 25 درجة مئوية والمحسوسة أقل بثلاث درجات، الرطوبة النسبية 24%، والرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو. الأجواء المتوقعة هذه الليلة، متوقع أجواء باردة نسبيا، مستمرة معنا رياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها من 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة، مع فرص لأمطار متفرقة. أجواء غائمة جزئيا، درجات الحرارة معظمها راح تكون بين 15 إلى 17 درجة مئوية. أما الأجواء المتوقعة باكر الظهر، راح تكون الأجواء دافية والرياح مستمرة معنا، شمالية غربية سرعتها من 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة، درجات الحرارة راح تكون معظمها متراوحة ما بين 24 و 25 إلى 27 و 28 درجة مئوية. الأجواء البحرية المتوقعة لل 24 ساعة القادمة مشيئة الله، البحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا ارتفاع الموج راح يوصل من 2 إلى 6 قدم بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية. مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر راح يكون الساعة 4:40 دقيقة، موعد شروق الشمس راح يكون الساعة 5:59 دقيقة، وأذان المغرب الساعة 5:56 دقيقة. أما الأجواء المتوقعة للخمسة أيام المقبلة في مدينة الكويت، باكر الثلاثاء إن شاء الله أجواء غائمة جزئيا، العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية، الرياح مستمرة معنا طوال هذا الأسبوع، شمالية غربية من 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تنشط على فترات ابتداء من الأربعاء، تغير في الكتلة الهوائية إلى كتلة هوائية باردة، ونشاط في الرياح الشمالية الغربية توصل سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار وحالة من عدم الاستقرار في الطقس يوم الأربعاء، ولكن راح يتحسن الطقس إن شاء الله ابتداء من الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، ولكن استمرار في نشاط الرياح الشمالية الغربية أيضا توصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة، وكذلك انخفاض ملحوظ ونسبي في درجات الحرارة، توصل العظمى إلى 20 درجة مئوية والصغرى توصل ما بين 11 إلى 12 درجة مئوية في الأيام المقبلة. مشاهدينا الكرام، انتهت نشرتنا الجوية، شكرا لكم على طيب المتابعة، نترككم الآن في جولة لدرجات الحرارة في بعض عواصم العالم، إلى اللقاء.